يعني ايه اقبل بتاعين ثلاث محاسبين عندي هنا في المكتب؟ هي هيصه ولا ايه؟ لما تبقى شركه ابوك بقول لا. نعم انت اتجننت، انت ازاي تتكلمني بالطريقه دي؟ اتفضل امضي على قرار تعيينهم وانت ساكت. ولو ما مضيتش هتمشي، واحد منهم هيقعد مطرحك. ده تهديد بقى. ايوه تهديد. همضي يا طريف وهروح اشتكيك لنجيب بيه. لو راجل اعملها. وما عنديش ثلاث مكاتب لحضراتهم كمان. مكاتبهم جايه حالا وافخم من مكتبك. والله يا طريف لا يبقى اخر يوم ليا في الشركه دي. تبقى وفرت مكتب. اتفضلوا يا شباب، اتنين يقعدوا على المكتب هنا والتاني يقعد على حجر الباشا لحد ما كاتبكم تيجي. الف مبروك يا اولاد. الله يبارك فيك يا اسطى طريف. ارجع. ايه ده؟ في ايه؟ ايه؟ النور قطع عندكم ولا ايه؟ قطع يا ست الكل، بس نور الكفايه. حسبي يا ماما. طب والشمع ده هينور ايه؟ انا مش شايف حاجه. هو فين خاله؟ Happy birthday to you. Happy birthday to Nancy. Happy birthday to you. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.